سي حسن الشافعي او حسن الشافعي كما يطلق عليك. كمرحبا بك في مدينه تيزنيت، المدينه السلطانيه وفريق امل تيزنيت اللي ان شاء الله غيتولى المهمه ديال التدريب ديالو. يمكن لك السي حسن تقدم لنا ورقه تعريفيه على الاطار الوطني حسن الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الشافعي قبل ما يكون اطار وطني هو لاعب، لاعب في الاقسام الوطنيه الثانيه والاولى، وبالخصوص مارس في الاقسام الوطنيه الثانيه مع اربعه فرق، منها استاد المغربي ويوسفيه الرباطيه. الاهتمام اللي كان عندي على المستوى الكروي انتقل بواحد الشكل عفوي على المستوى المهني التدريبي، وبالتالي سلكت واحد المجموعه ديال المسالك على مستوى التكوين داخل المغرب او خارج المغرب، وخاصه داخل المغرب، من الناس اللي حايزين على ليسونس بي من الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. التجربه ديالي على مستوى التدريب اعطت اكلها مع فرق دون اخر، لانه هذه مساله ديال تيسير وظروف معينه، منها النجاح على مستوى الصعود مع اتحاد يعقوب منصور من درجات سفلى الى حتى المجموعه الوطنيه الثانيه، وكذلك مع نهضه مارتين، مع فرق اخرى لم تكن هنا ولكن كان هناك. اظن من يحكم على هذا العمل هم الجمهور ديال الفرق واللاعبين الذين مارسوا تحت امارتي. من الناحيه ديال الفرق ما بين شطر الجنوب وشطر الشمال هو فرق على مستوى البنيات. اولا هناك ملاعب لا دون مستوى في الشمال، بالعكس هناك ملاعب في مستوى على مستوى الجنوب. ثانيا ان هناك لاعبين متميزين على مستوى الجنوب، بحكم انني مارست سنه واحده مع فريق اتحاد يعقوب منصور في فتره معينه بشطر الجنوب. معرفتي باتحاد تيزنيت هي وليده 3 سنوات، كان بالامكان ان اقدم الى ذلك ولكن لم تمشي الامور كما خطط له، وجاءت الفرصه بعد التقائي ب عفوا اللي بغينا نوصلوا للراي الجمهور التزنيتي اللي انت ان شاء الله غتشرف على فريق امل تيزنيت، الاتحاد الرياضي امل تيزنيت. الاطار حسن الشافعي انت دابا غتدخل في الاطار الوطني الاخر، السيد حسن الابرامي اللي قام بعمل جبار في الفريق. اش يمكن لك تقول لنا على الاطار الوطني سي حسن ابرامي وعلى الفريق ديال امل تيزنيت؟ اشنو كتعرف عليه؟ سي حسن ابرامي، قبل ما نتكلم على السي حسن الابرامي، انا بعدك اولا وقبل كل شيء انا لم اتي لاخلف الحسن الابرامي، ولكن لمواصله العمل الجبار الذي قام به خلال سنه وزياده مع الفريق، وترك بصمات ظاهره من خلال مشاهدتي لمقابله امل تيزنيت مع الاتحاد البيضاوي بالدار البيضاء في الدورة السالفة، أن هناك عمل قام به وهو مشكور عليه، وأنا هنا لأكمل وأتمم ما قام به بحكم التجربة على مستوى السنوات وعلى مستوى النتائج ستساعدني نوعا ما في إبراز مؤهلات أمل تيزنيت وتكوين فريق يطمح الى اللعب على الصفوف الاماميه ولماذا الصفوف، ولكن لكي لا نضع ثقلا وازنا على
على لاعبي أمل كثير، فنحن سنعمل على شيء واحد من الآن إلى آخر دورة، أن نلعب مقابلة بمقابلة، والله ولي التوفيق. سي حسن الشافي، كتعرف بأن فريق اتحاد رياضي أمل تزنيت كانت هناك واحد القاعدة كبيرة ديال الجماهير، وكان فصيل مشجع بالإضافة لمجموعة من الناس اللي كانوا متبعين على الصعيد الوطني. اش يمكن لك تقول لهاد الجماهير هادي في كلمة ملخصة إن شاء الله؟ كما يقول المثل، الكرة بدون جمهور كأكل بدون ملح. الجمهور هو الدعامة الأساسية لكل فريق، هو الحافز الأول والأخير لكل فريق، أكثر من عطاءات اللاعبين والمدرب والمكتب. الجمهور هو يقوم بعمله، وهذا العمل يكون عليه مشكورا إذا كان عملا معقولا وأساسيا ومستمرا، سواء داخل المدينة أو خارجها، سيجعل من فريق أمل تزنيت فريقا محترما. أنا لا أحمل الجمهور ما يقع، أنا أقول للجمهور شجع فريقك في السراء وفي الضراء.